مناشدة للأمم المتحدة أطلقها الأهالي في جنوبي وجنوب غرب كركوك للوقوف على أسباب تجريف منازلهم وتعويضهم وإعادة إنشاء البنى التحتية المهدمة والتحقيق في أبرز الملفات عودة النازحين ومتابعة ملف المغيبين والأراضي المتنازع عليها. أشهد نهاية الأمم المتحدة فيض من غيظ همومنا، همومنا الشفيرة، قرانا من رجعنا بالعشرين وقرى رجعت بالثمنتعش، لقينا قرانا مجرفة بالكامل، بنى تحتية تحت الصفر، لا مدارس لا مي، حتى الشوارع مالنا كانت مبلطة عبارة عن خراب، مدارس بالكامل. يعني عندنا قريتنا متوسطة وابتدائية عمرها من السبعين وقبل السبعين. 138 قرية تم تجريفها واغتصاب أراضيها من قبل متنفذين رغم سريان عقود الأراضي باسمهم، لكن دوائر الزراعة في كركوك لا تطبق قرار الوزارة. كتاب جبته من بغداد، العقود ساريته المفعول، وزراعة كركوك وزراعة داقوق ما تعترف بحكومة بغداد. وتبقى مشاكل كركوك بين المد والجزر بسبب تعدد القرار السياسي فيها أثرت سلبا على المجتمع الكركوكي. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.